قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية بعد ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس جو بايدن. جاء ذلك بناء على نتائج عملية التصويت التي بثها موقع مجلس الشيوخ الإلكتروني. ويتوقع أن يؤدي بلينكين 58 عاماً في أقرب وقت اليمين الدستورية في منصبه الجديد. ويعد بلينكين من المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما عندما كان بايدن نائبا للرئيس.